كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار. لن يطول الضلال ولا الضليل، لا لن يضام، نحن جيل هما نحن فينا عمر. صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر. قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد. عمر بن الخطاب وخالد ابن الوليد الرجلان في القمة، وهما من كبار الصحابة، أحدهما الملهم المحدث الذي ملأ الأرض عدلا وأمنا، والآخر القائد المظفر الذي لم يذق طعم الهزيمة أبدا في أي معركة تولاها، وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، ومن تقطعت في يده 9 أسياف يوم مؤته. والغريب في الأمر أنه ليس أشد ولا أنكى على أهل الأهواء وأعداء الملة والدين من عمر ومن خالد، ذلك هو السر في عدائهم الشديد لهذين الرجلين العظيمين، بقصد النيل من الإسلام من خلال الطعن فيهما، وهما اللذين ما علم التاريخ أحدا أبلى بلاءهما في الإسلام ولا أشد نكاية على أعدائه منهما. دعونا في هذه الحلقة نستعرض العلاقة التي قامت بين هذين الرجلين العظيمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لم أعزل خالدا عن سخط ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فخفت أن يوكلوا ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، وألا يكونوا بعرض فتنة. في هذه الحلقة لسنا نريد إنصاف عمر وخالد، فكل منهما أكبر أن نتحدث عنهما في هذا الزمان، لكنها محاولة لمعرفة كل من هذين العملاقين العظيمين، كل منهما من خلال الآخر كدرس من دروس مدرسة عمر. فلنشاهد ولنعي ولنفهم كيف هي منزلة خالد عند عمر رضي الله عنهما. روى الثوري أنه قيل لعمر عند موته: استخلف، اجعل بعدنا خليفة. فقال عمر: لو أدركت خالد ابن الوليد لوليته، ثم قدمت على ربي فقال لي: من استخلفت على أمة محمد؟ لقلت: سمعت عبدك وخليلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. وقال عمر: أمر خالد نفسه، لقد كان أبو بكر أعلم مني بالرجال. وتحدث عمر إلى خالد يوما فقال: يا خالد، والله إنك علي لكريم، وإنك إلي لحبيب، ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء. في معركة اليرموك يقف خالد بن الوليد في جنود الله 30,000 يقاتلون 240,000. قال بعض المسلمين: يا خالد، ما أكثر الروم؟ فقال له خالد: بل قل ما أقل الروم،
إنما يكثر القوم بنصر الله، وددت أنهم قد أضعفوا لنا العدد، وأن الأشقر أي خيله قد برئ من وجعه. لبس خالد أكفانه وقال موعود الله أتى، وخرج وصف جيشه وبدأت المعركة. وأثناء معركة اليرموك مات أبو بكر رضي الله عنه، وتولى الخلافة بعده عمر رضي الله عنه. فاتخذ مرسوما عمر في خلافته الجديدة أن يعزل خالد ابن الوليد، سيف الله يعزله عن القيادة ويولي مكانه أبا عبيدة بن الجراح. ويأتي الأمر إلى أبي عبيدة، فماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أثناء المعركة أخفى أبو عبيدة كتاب عمر، ولم يخبر خالدا بأن عمر قد عزله حتى انتهت المعركة. فلما انتهت قام أبو عبيدة وأخبر خالدا بهذا الأمر. تعجب خالد وقال: ولم لم تخبرني يا أبا عبيدة؟ والله ما قاتلت بالأمس لعمر، ولن أقاتل اليوم لعمر، ولكني أقاتل لله رب العالمين. يقاتل لله وهو قائد، ويقاتل لله وهو جندي بعد أن يعزل، لأنه ما أراد بعمله إلا وجه الله، لا يهمه منصب ولا قيادة، ومن أراد بعمله الدنيا فما له عند الله من خلاق. ولما سئل الفاروق عن سبب عزله لخالد ابن الوليد قال عمر رضي الله عنه: لم أعزل خالدا عن سخط ولا خيانة، ولكن الناس قد فتنوا به، فخفت أن يوكلوا ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، وأن لا يكونوا بعرض فتنة. الله أكبر. انظروا إلى عمر، إلى حرصه على جناب التوحيد وإخلاص التوكل عليه، خاف من أن يظن الناس أن النصر لشجاعة خالد، وأن الفتح لبطولة خالد، وهو الذي ما انهزم قط. خالد ما ذاق طعم الهزيمة أبدا. 90 معركة مرت محجلة من بعد 10، بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها. ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. هذا خالد. فأراد الفاروق رضي الله عنه أن يحفظ المسلمين من الوقوع في هذه الفتنة. الله أكبر. ليت أبا حفص وأبا سليمان يعلمان أننا اليوم قد قست قلوبنا بالشهوات، أصابتنا العطالة والبطالة والتهور والتواكل والتكاسل عن أفرض فرائض الإسلام، وعن أكبر أركان الإسلام، وعن ذروة سنام الإسلام. نسكن القصور والفلل، ونجلس على الفرش، ونركب السيارات، أقوياء في الدنيا، شجعان للدرهم والدينار، أذكياء في أعمالنا، نشطاء في وظائفنا، لكننا مع الله لم نقم بواجبنا. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوع وشدة وعطش، ولكنهم في جهاد، يقومون الليل ويصومون النهار، ويتلون كتاب الله ويجاهدون في سبيل الله. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أيها الإخوة، إنما جاهد خالد لإعلاء كلمة الله حتى استقرت في غالب أصقاع المعمورة. ويأتي خالد رضي الله عنه بعد أن تنتهي المعارك، يأتي إلى حمص في أرض الشام ليعود إلى أهله بعد رحلة الجهاد الطويل. يقبل الناس بعدها على الغنائم وعلى رفع الدور والقصور، ويقبل خالد في آخر أيامه، يقبل على آيات الله وعلى كلام الله. كان خالد لما كبرت سنه إذا صلى الفجر أخذ مصحفا فينشره بين يديه ويقرأ حتى يقترب وقت الظهر،
يقول أهل العلم كان خالد إذا قرأ القرآن يبكي يبكي ويقول شغلني الجهاد عن القرآن. خالد يقول هذا الكلام، يقول شغلني الجهاد، ذروة سلام الإسلام، شغلني الجهاد عن القرآن، يتحسر على حياته. والله ما ضاعت حياته، إنها لحياة محفوظة عند رب العالمين، ما شغله عن القرآن إلا الجهاد. فماذا نقول نحن ونحن في زمن الفتن؟ هل شغلنا الجهاد عن القرآن لنعتذر به عند الله يوم القيامة، أم شغلتنا الشهوات والمعاصي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ابن عساكر قال دخل أبو الدرداء على خالد في مرض موته فقال له يا خالد، فقال خالد يا أبو الدرداء لئن مات عمر لترين أمورا تنكرها فقد وجدت عليه في نفسي أمورا. يقول خالد وجدت في نفسي أمور على عمر واستنكرتها. يقول لما تدبرتها في مرضي هذا وحضرني من الله حاضر عرفت أن عمر كان يريد وجه الله بكل ما فعل. انظروا إلى حسن الاعتذار، سبحان الله، من هذه المرآة نرى انعكاسات ما فعل عمر في خالد، ونسمع صداها في تقدير خالد لعمر، وهو الذي عزله عن القيادة، عن قيادة الجيوش الإسلامية الفاتحة. كل في رضا الله فعل ما فعل، وكل في سبيل الله لاقى ما لاقى، ولم يكن عند أولئك الكبار شيء أحب إليهم من تحمل العنة والمشاق في سبيل الله. طهارة في القلوب وصدق في الإيمان ومبالغة في العدل، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه. ويأتي خبر وفاة خالد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة، وهو الذي يعرف قيمة خالد، فيظل واقفا يرتعش ويرتعد ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا أبا سليمان لقد عشت سعيدا ومت حميدا وما عند الله خير. ثم يبكي عمر رضي الله عنه ويقول مضوا وخلفوني وحدي، مضوا وخلفوني وحدي. ثم أخذ عمر بردته يجرها وجلس في المسجد وحده يبكي، وأخذ يضرب رجله بعصا عنده. ارتجت المدينة بالبكاء لمصابهم بخالد سيف الله المسلول. ويأتي رجل إلى عمر ويقول يا أمير المؤمنين إن نساءنا يبكين ويندبن خالدا. قال عمر ثكلتك أمك، أسكت، دعهن، على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. كان بين خالد وبين عمر مثل ما بين البشر من إحن في بعض الأمور، لكن لما حضرت الوفاة خالد ابن الوليد، هل تدرون إلى من أوصى أن يقسم تركته وصدقاته وعقاره؟ قال بلغوا عمر ابن الخطاب عني السلام وقولوا له قد جعلت وصيتي وتركتي وإن فاض عهدي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أخبر عمر وكان واقفا بكى حتى جلس. ومن هذه الوصية نصنع أحجارا نلقمها في أفواه الذين أرادوا أن يحطوا من قدر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن منزلة سيف الله خالد رضي الله عنهما وأرضاهما، ومن منزلة أي عظيم من العظماء الذين رباهم وعلمهم أستاذ العظماء، أستاذ الدنيا، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يوم روى إسلامه،
يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر، يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر.